بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الخامس والعشرون، آخر انطلاقات صباحي هذا اليوم في انطلاقات سن الحقايق في ميدان دستور في المرموم. هذه الانطلاقات والتحليات، شوطنا الخامس والعشرون يعتبر ضمن اشواط الانتاج والمنتجين. مباشرة اتقدم مع هذه الاسماء والشعارات، الشندرة على المركز الاول، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري من يقدم الشندرة على المركز الاول ومن الجانب الاخر، وتابع التسلل من لحن القادمة علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لحن على المركز الاول، الظبي الدكتور سعيد بن سالم الشيخ ياتي على المركز الثاني والمركز الثالث، الظبي لمحسن بن حمد بن محسن الفلاحي المركز الرابع. هذه اللي وصلت في هذه اللحظات النايفة لناصر بن مخيط بن نوبي العامري، والشندغة في هذه اللحظة قدمت على المركز الخامس، غيرت الى الثالث والى المركز الاول بشعار الحميري. نتابع المركز انذار حمد بن عوض بن زيتون المهيري على المركز الثالث، الرابع شعار بن علوان والشاهينية مطر بن علي بن علوان الاجتبي بن زاهر القادم على المركز الخامس، يقدم الوسمية احمد بن خليفة بن زاهرة الخيلي القادم في هذه اللحظات على المركز الخامس. سادسا نتابع التراجع من شعار بن حمودة والمركز السابع، هنا القادمة السياسية حمد بن سيب بن راشد بالشاوي الغفلي القادم، وهزر محمد بن عبد الله بالطير العامري قادم مع هزر على المركز الثامن. تاسع المراكز النايفة وشعار بن نوبي القادم وغند القادمة، غند حمد بن راشد بن حمد بن غدير القادم مع غند على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، ندانا الأول للعشر المراكز، جسر العبور الألف والمئتين، شوط الختام في ميدان دستور. من سيكون السعيد في صباح هذا اليوم مع آخر الأشواط؟ بن علوان بن علوان مطر بن علي بن علوان الكتبي يقدم الشاهينية، تفتتح الكيلو متر الأخير. هل الخوانيج مسيطرين على المركز الأول والثاني؟ الثانية قادمة الشندغة خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري وأهل النايفة بمدينة العين يقدمون الوسمية، أحمد بن خليفة بن زاهرة الخيلي قادم على المركز الثالث، الرابع هزر محمد بن عبد الله بالطير العامري قادم، وبشاوي راعي السياسية حمد بن سيب بن راشد بشاوي الغفلي ومن القادم. هذه محبة، أول ندى لمحبة جنازل بن محمد بن خير الإعفاري قادم مع محبة وشعار حمد بن راشد بن غدير، وشعار القادم أفراح سالم بن محمد بالضبيعة الكتبي القادم كذلك مع هذه الأسماء. ولكن بعود إلى الصدارة، نقترب من خط النهاية من ناموس هذا الشوط. عودة مع البداية، محبة الإعفاري جنازل بن محمد بن خير الإعفاري يبغي النقطة الثانية على ما ظنه، وبشاوي راعي السياسية وبن حمودة قادم راعي لحن، ولكن النقطة الثانية إلى جنازل بن محمد بن خير الإعفاري. سلام يا راعي محبة، سلام. المركز الثاني بشاوي وبن حمودة على المركز الثالث، الرابع اللي وصلتنا هزر لمحمد بن عبد الله بالطير العامري، وخامسا بن علوان راعي الشاهينية مطر بن علي بن علوان الاكتبي. هكذا هي النتيجة. نعود مع التوقيت الزمني في هذه اللحظات ومع انطلاقة محبة اللي فاجأتنا في دخول
نزولها في 800 متر الأخيرة. تهانينا والناموس لهذا الشعار وإلى مالك محبة قنازل بن محمد بن خير العفاري يسجل النقطة الثانية مع محبة 4:33 خمس أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. المركز الثاني اللي وصلتنا السياسية لحمد بن سيب الراتب الشاوي الغفلي 4:33 تسع أجزاء من الثانية لحن لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري توقيتها الزمني 4:33 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.